أخوي خالد. أنا والله من كلام أبو محمد عن كلام عن الماضي وعن فعندي أبيات يمكنها تمشي على نفس النهج اللي تكلم فيه. يا سلام. عن العمر وعن التأمل في الحياة. يا سلام. جميل. هي أبيات قصيرة ولكنها فيها مضمونة. حلوة. تقول العمر يمشي ما يعود على الخلف، والناس ما تدري متى منتهاها، أيامنا خطوات مسيارها كلف، ومن قدر الله لحياة مشاها، يوم من يجي ترفن ويوم من يجي صلف، من طالت الدنيا قصير مداها، كم واحد في نشوة أفراحها تلف، إلى صفة جاء ما يكدر صفاها. ولو ان بني آدم يعمر إلى الألف كان يتمنى 2000 عام وراها. يا سلام. سلام. يا سلام. صح لسانك. ما شاء الله أبيات جميلة وأظن قافية